ورشة عمل الخدمات المالية الإلكترونية. طبعا شركة بريد ليبيا تختص ليست بنقل البريد فقط، وإنما تختص حتى بالخدمات المالية، منها الحوالات ومنها بعض الخدمات المالية اللي هي تخص المواطن. ونظر الانتشار الواسع لشركة بريد ليبيا عبر مكاتبها المنتشرة في ليبيا كلها، حوالي حاليا 245 مكتب منتشرة تقدم في خدماتها لكافة أطياف الشعب، فهذا يحتم علينا نحن نخش في شراكات وفي سواء القطاع العام والقطاع الخاص بتقديم الخدمات هذه. الخدمات المالية الإلكترونية تتمثل في محافظ إلكترونية، تتمثل في حوالات مالية إلكترونية، تتمثل في بعض الخدمات لتقديم بعض الخدمات اللي لها علاقة بالدفع للجهات العامة والخاصة، بحيث نقدروا أن نخففوا على المواطن في نفس الوقت نحققوا جزء من أهداف الشركة. الورشة هذه برعاية كاملة من الشركة الليبية القابضة لاتصالات وتقنية المعلومات، وتوجه دائما في اتجاه ان احنا نكونوا موجودين في المجال هذا ونقدم افضل الخدمات للليبيين. مشروع نعتبره فيه احنا وطني اكثر من انه هو مشروع ربحي، لان احنا شركه ليبيه بحته ومملوكه للليبيين، فاحنا بنحاول نقدم افضل الخدمات للليبيين حتى لو كانت بدعم كامل من الجهات الداعمه زي القابضه، وعندنا في نفس الوقت دعم كامل من بعض المؤسسات اللي هي تعطي فينا في التشريعات للقيام بأعمالنا، اللي هي المؤسسة بتاع الاتصالات في ليبيا، وفي نفس الوقت بعض الجهات اللي هي المصرف المركزي، لأن احنا لازم نحصل منهم موافقات، وإحنا درنا دعوة للناس هذه كلها، درنا دعوة اليوم لبعض الشركات باش يقدموا لنا شنو هي الحلول اللي قد ان ندير معاهم شراكات فيها ونقدمها بشكل سريع في مكاتبنا، ونقدم حلول الكترونيه ماليه لكافه ضيوف الشعب.